لهم سرطان ووقفوا العلاج في مستشفى الملك حسين للسرطان وحولوهم على البشير وعلى المستشفيات الهاملة. 1400 مواطن اردني خطيتهم في رقابكم انتوا اذا ما دافعتوا عنهم. الملقي حساب الدولة تعال. والملقي صباح حجاج في رقبة روح امريكا. وفلان راح قلاشنو في اسبانيا وركب سن كلب عاج. والمعتقلين اللي مرميين في السجون. والمظلومين المرميين في السجون. هذا اللي فكروا فيه. مو فلان وقف ولا فلان قعد. انت اليوم تكسر لمبة ولا تكسر ضوء. ترى الملقي عباب صوره 300 لمبة. والله مو قلقان عنك ولا سألان. ما فينا قيادات احنا. ما فيهم قيادات. هون شعبية. أيوة. واللي بده يحكي اهلا وسهلا. اللي بده يعبر عن رايه اهلا وسهلا. واللي بده يحرق فرقة خوشوك بندعس على رقبته وخاطركم. الله يحييك. الله يحييك. الان بهدوء بدي احكي يا اخوان. صلى على رسول الله. احنا الان بالله عليكم. بالله عليكم. لو السبت والأحد اللي بدينا فيهم وبلشت تيجي الشباب من كل القرى وكل المحافظ صاروا يجوا وزاد العدد وامتلأت هذه الساحة بأحرار الكرك. هل قوتها ستكون مثل اللي بدخل بيننا مسموم سم مدسوس بيننا مشان يحرق ونروح عدونا وتنتهي؟ وحققوا مراد، حققوا يا شيخ، حققوا ووقفنا الأحد وهي احنا زعلانين من بعض ومنطخ على بعض وروحنا. والآن بنسمع حكي وبنروح وبعدين ولا شيء. بينما لو استمرت والله لو استمرت السلمية ستكون ردود فعلها قوية جدا. الصرف هيلهم بعدهم موجودين. تصور الكرم، المزار، الضفيلة، معاد، العقبة، اربد، عجلون، جرش، النبرق. والله ستتحرك الأردن كلها. أما أنا أتحمل مسؤولية واحد سرسري لا سمح الله ولا هامل وعليهم أنه صاحي يكسر ويحرق. أنا أحكي باسمي أحمد إبراهيم القطان. اعتبروني حكيت لكم عميل مخابراتنا. أنا مخابرات مو بطخوا علي. أنا مخابرات زين. أنا اعتبروني هيك. ما أكون ولن أعمل اعتصام. واحنا حكينا من البداية في حرق وتخريب. اللي حاب يعمل اعتصام هو غير جهاد غير حكمة غير سليمان غير فرحات غير اسماعيل. يا عمي اطلع ورجينا بدل من قاعد لك في غرفة. اطلع حالة وقود الناس واعلمكم. انا عندي اقتراح اخي. وجهة نظر كل واحد مثل الاشكال محسوب على حزب ومحسوب على جماعة ومحسوب على يسار ومحسوب على حراك. احنا مستعدين مثل ما حكى رضوان. يعني هاي النقطة اتفق معه فيها. احنا نمشي وراكم وانتو اختاروا ولا حدا محسوب. واحنا معاكم وعصاكم لما تعصوا وسلامتكم اذا بدكم تنجحوا. غير هيك راح نمضيها مناكبة. واذا جانا هذيكت النهار 5 دسوهم بيننا المرة هاي ببعثوا لنا 10. يا بتصير هوشة وندبح بعض. يا اما ان احنا بنحترم اعتصامنا وبنحترم الشباب اللي قاموا على اعتصام من هالسمة. رتبوا اموركم لا تضيع الفرصة. والعتاب نسوه. انسوا العتاب خلاص. العالم هذا مرفوع. والله يا اخوان اسمعوني كلمة اخيرة بس. الله يعطيكم العافية. اول اشي كلكم انا متأكد اللي بداخلكم ما في واحد فيكم عنده ثقة في مجلس النواب من 10 سنين واكثر. اسمعوني والله ما عندنا مجلس نواب الا الشارع. والله ما عندنا الا الوقفات هي مجلس نوابنا. اللي حطيناهم نواب استفادوا من ولي نعمتهم من الحكومة بواسطتهم مرروا كل هاي الاسعار وهاي الاشياء. لذلك يا اخوان هاي هذا مجلس النواب اللي هو لنا ولازم احنا اللي نتكلم فيه. ويا اخوان احنا والله العظيم ما بدي احكي لكم انا في شيء. يعني انا شهادتي مجروحة بوحيد. لكن والله العظيم وحيد له 6 شهور. وحيد مش احسن من اخوان الثاني. له 6 شهور في السلاسل اللي فرادية. والله بسحب حالنا بنروح على السلطة الليل. لازم برضو كنا نطالب باخراج المعتقلين من السجون. الحرية للمعتقلين. السلام عليكم ورحمة الله.
أي. تراكي يوم أنا تم عنا شر بين الدم عنا شر بين الدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام علي سلام عليكم سلام على أمة لا تمل الضجر. سلام علي سلام عليكم سلام على كل كركي غريق رأى القشة قشة ولم يتعب. نحن غريقون في الكرك. كنا بنعاني من كل إجراءات الحكومة. نحن طبقة الدنيا يفترض أن نتفق على كل أسباب المعاناة اللي احنا بنعانيها. فغلاء الأسعار والتطاول على حريات العامة هو يعني مقدسات بالنسبة لنا احنا المواطنين. فهناك طبقة حاكمة مؤلفة من عدة أشخاص كومبرادور أنا بعتبرهم هم تجاوز على كل الخطوط الحمر اللي بتمس الطبقة الاجتماعية اللي احنا بننتمي إليها. فلذلك لازم نتحد جميعا نحن الشعب على كل المكونات اللي احنا او الاطر الديمقراطية اللي بنختارها لنا في الحارات في القرى في الاعتصامات. يجب ان نخلع قناع الانا يجب ان توضع في الحاوية بين قوسين. فلذلك الوطن اسمى من الجميع. الشعب الان يعني امامه شغلات كثيرة. ان اسقاط النهج الحكومي هذا ضرورة ملحة. اسقاط مجلس النواب بشكل عام. اسقاط حكومة انقاذ وطني. والنهج الكامل نهج آلية تشكيل الحكومات هذا مخالف اصلا للدستور ومخالف لكل الاعراف المنطق. فنحن في المزار تحديدا وفي الكرك بين قوسين يجب ان نتحد ونكون بدنا واحدة ونبعد عن كل المنقصات اللي يمكن ان تؤثر سلبا على واقع معيشة المواطن العادي الفقير. هناك كثير فقراء ما مش قادرين يجوا هون او روح على اماكن الاعتصامات الان في المرج فيه في الكرك فيه في الربة فيه بس الامكانيات المادية ما بتسمح لهم. لذلك انا بطلب من الاخواني ان نتحد بافكارنا وان تكون وقفاتنا السلمية معبرة. الوطن انا للجميع. انا وانت بتتفق على انه ناكل خبز ناشف وكاسة مية في العينة ولا منسف مدفوع ثمنه من نفط العرب في تبوك. هذه مسلمة كل الأردنيين موافق عليها. فلذلك لا ننجر وراء التخريب وراء التدمير. التدمير هو المكون السياسي الأردني اللي احنا الدولة الأردنية هي دولة لنا بنوها أجدادنا أو أجداد أجدادنا من سوريا الاجتماعية من لا شيء. صار لنا وطن لازم نحافظ على هذا الوطن تحت أي ظرف. نبعد عنه كل أسباب التخريب وتدمير الممتلكات العامة والتعبير السلمي حق مشروع لكل مواطن أردني وأن نحترم بعض ونقدر بعض والكرك عصية على كل مخرب. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بدي يحكي يا أخوان يتفضل. أي واحد بده يتكلم يتفضل يا أخوان. في بيتين هالشعر على الوقفة. تفضل. من يطلع عين 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 يا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وكأني أرى أنه كم من البيت الشعر اللي الآن بدي أقولهن وبقية الحديث سيكون في الأمسية إن شاء الله إن كتبت لنا الأمسية. قالوا تكلم قلت لا حتى أرى ما في القضية من طبيخ يطبخ. إني أخاف بأن أكون كزامر للصم أو في غير نار أنفخ. قلبي يحدثني بأن ممثلا خلف الستائر للحقائق يمسخ. أما الذي هو في الحقيقة واقع وطن يباع وأمة تتفسح. ماذا أقول وما تراني قائلا؟ أنا ساكت لكن قلبي يصرخ. أبكي على شعب يسير أمره متزعمون وجاهلون وأفرخ. يعني جاج من جاج ومناقيرهم حديد اللي بمشوا أمورنا في البلد الحالية. إني لأعجب كيف كل الناس لم يتفطنوا لمدجل يتشيخ. أفلا أخاف الله في أوطانه إن فاته الزمان يؤرخ.
إخواني الكرام، حديث المساء إن شاء الله رب العالمين سيكون في ثلاث محاور كان في الأسبوع الماضي. بقول المحاور وبنتحدث فيه المساء. المحاور كأن سمعنا كلام يقال أو على الشاشات، ما حدا أحسن من حدا إلا في الإنجاز، راح يكون فيها حديث. والثانية كلام رئيس الوزراء والمسرحية في لقائه. والثالثة باسجت اللي خرب الدنيا ودمرها، وللحديث بقية. الله يحييك صاحب السلام. بعد في ناس يا اخوان بده يتكلم. ها اه تفضل يا حاج. نطلع بعض يا بعض. هات ايدك حاج. الله مقعد. الله يعطيك العافيه. تعال يا اخو هاني مشان صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوان في مؤامرة على هذا الحراك. صحيح. في مؤامرة. انتبهوها. اعذار اعذار. الله سبحانه وتعالى لما ارسل سيدنا موسى الى فرعون كلمة وحدها وعز الخطاب. احنا نبحث عن خطاب موحد مش عن توحيد اهداف، لانه الاهداف كثيرها وفيها زوايا بحاجة لتدوير، وهذه بدها دول تشتغلها. احنا ما نحيني في الموضوع هذا. انا بحكي سياسي الان. انا بحكي سياسي. انا بثني على كلام العود لانه يا جيل اللي طاح قبل شوي. الكلام سياسي بحت. سياسي بحت موجه للملك. ما لنا علاقة لا في مجلس نواب ولا احنا. يسقط ما شو نسوي يعني؟ اللي سقط واحد هذا اللي بسقط واحد اذا موقع بروحه جرة قلم يعني. الخطاب احنا نبحث عن وحدة الخطاب للملك. احنا نوحد كلمتنا في المملكة. انا ما بحكي عنها في كل المملكة. احنا شايفين يعني امبارح دعينا لملتقى الكرك الفعاليات الشعبية. كان في كلام، والدكتور حكمة كان موجود، وابو حسين كان موجود، النوايسي وموسى النوايسي كان موجود. احنا انسحبنا من الاجتماع. احنا واجهتنا هذه انسحبت من الاجتماع. ليش؟ لانه كان في ناس بده وحدة هدف، واحنا ما احنا ماشيين وحدة هدف. احنا وطننا واحد، ملينا اهداف اخرى، لكن احنا نبحث عن وحدة الخطاب. كيف احنا نحكي مع الملك؟ كيف نحكي معاه؟ شو الرسالة اللي نوجهها له؟ شو الطريقة؟ ما بدنا نتنازع. بتذهب ريحنا بعدين. بتذهب الريح. إذا بتنازع أنت حكيت وأنت قلت وأنا قلت والله قال وعلى الفيسبوك ومش عارف شو. كلام فاضي. إحنا يد واحدة. إحنا همنا واحد، وطننا واحد. مصيرنا واحد. أرجو من جميع إخواني إنهم يركزوها. كل من عنده الحجة والحكمة، مش كل عند الناس، مش هذه مش موجودة عند كل الناس أبدا. صح كلنا معانا عقول ومعانا عيون ومعانا أرسل ومعانا أيدي، لكن نفتقد الحكمة. هذه يا إخوان ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولا ما سمعتوا انتوا في السامر وايش بقول القصاد؟ بقول رد الشور نهر الشور. يا سالم يا ذياباتي، حنا نصابحهم صباح ولا نبيتهم باتي؟ كل الحويطات كانوا يرجعوا لرجل واحد اسمه سالم الذيابات، علم بانه فيهم قائد كان عود ابو تايه. فيهم ابن جازي. وفيهم ابن جازي. وفيهم كلهم شيوخ. لكن اللي كانت متى في الحكمة في كل الحويطات سالم الذيابات. واسألوا فيكم احنا في الكرك هانا كانت مرجعية الكرك في الكلمة لعبد الرحيم بن يوسف خالي القطاولة. كل الكرك كانت ترجع لعبد الرحيم بن يوسف الحجة لانه صاحب حكمة، ما كانت تلتقى عند غيره. في اغنياء كان، في ناس يعني الله معطيه جسد بهوش فيه،
في ناس مع سلاح، في ناس مع... لكن كانت الحكمة والكلمة بين فكي أبو عبد الوهاب رحمة الله عليه، فهمت القصد ولا لا؟ وبالتالي الجوا لحكام حتى تكتبوا فصل الخطاب. والسلام عليكم. يا اخوان والله اني ما نفسي احكي ولا انا قادر احكي، انا مبلوش في انتخابات نقابة المهندسين، وكمان انا كعمل وطني واللي بيحضر بسدي. يا اخوان انا بقول انه فكوكم من قضية المناقر، الهدف واحد، وبعدين يعني انكم يعني تستعجلون العاجل. يا اخوان يعني في احكم من ربنا؟ نعم بالله، ما حد احكم من ربنا. القادم أسوأ، واللي كان يتف علينا وإحنا واقفين ويزقر علينا حجار ويتهمنا ويوزع فينا مناشير، أنا وأبو مجاهد والمجموعة كلها اللي بتشتغل بالأمام الآن بقولوا لنا أنتوا إعلامكم تتباطوا، الأيام الجاية هم راح يطلعوا، حتى بنسوانهم وعيالهم راح يطلعوا. احنا كل ما هنالك ندعو للسلمية، لانه السلمية بتحمي حراكو يا اخوان. صحيح، تحمي حركتنا، ما بتعطي مجال انهم يهاجمونا. صحيح، هو اللي بده يخرب واللي بده يضرب واللي بده يسيل الدم، اما لحاجتين، اما انه يشهد على ظهرنا، يشهد على مصايبنا، على مآسينا، على لجوءنا، على جروحنا، او انه بده يجر حراكنا. او جاهل، لا جاهل، الجاهل فيه بحركه واحد. ودائما يا اخي تعلم، تعلم انه حينما يعني الدمية بتستقصدك انت استهدف من يمسك بخيوط الدمية. احنا بنعرف مين اللي بحاول يندس ويخرب، اللي مصالحهم بتتضرر، اللي شركاتهم اللي سرقوها سرقة بتضيع من بين أيديهم، ولذلك هو مستعد أن يبذل ويعطي ويحرش حتى أنه يخرب علينا، حتى أنه إحنا ابن الولد هذا والشاب هذا تقول له أمه لا تروح يا أبا خايف عليك، حتى أنه إحنا نبطل نطلع من باب دورنا. إحنا تعودنا ما بنخاف، يعني ما ظل في العمر إشي حتى نخاف عليه، إنما يا أخوان الحكمة هي أهم شيء، أهم شيء أن نكون يعني حكيمين، وكل واحد منا على مساحة نعانه هو حكيم وهو قائد، ما في قيادة، بس كل ما هنالك يجمعنا وجع الوطن، وجع هذه الأمة اللي كان يشتم علينا الآن يقولين إعلامكم تتباطل، الأيام جاية لا تستعجلوا، في قرارات راح يخفض الرواتب والدينار في خطر قيمته. كنا نقول قبل ست سنوات كنا احنا نصرح ونقول يا اخوان انه والله لا يعبوا الهواء في الجزائر يبيعوك اياه، صحيح، وكنا نقول انه قادم الايام اسوأ من اللي مر، وهذا حديث نبوي بيقول ما مر يوما الا وكان احسن من الذي يلي. كنا نراهن على شغله واحدة، ما كنا نراهن على ان الناس يناصرونا، ولا كنا نراهن على حشود شعبية عظيمة واعداد هائلة، كنا نراهن، ومن حلقي هذا كانت تطلع على البرج هناك، انه احنا بنراهن على ازمة النظام، وايوه خش عنق الزجاج، هو اللي خش عنق الزجاج مش احنا، هو اللي قاعد في عنق الزجاج، ولسه الايام جاية على شو بدي لحق. اذا خدمة الدين 96% من دخل الاردن بالضبط، انت بتاخذ 100 دينار وعليك دين منهن شهري 96 دينار، كيف عيشتك؟ 4 ليرات زرية عيشتك. هو الان وصل وخشبته وصلت العظم، لذلك لا تستعجلوا، لساتنا في القشرة والخير جاي والايام جاية، شوي شوي طولوا روحكم، والله غير غصبا عن والده يصلح، غصبا عن ابوهم غير يصلح،
مو لأنه إحنا حتى نضالنا الأردنيين عبر الزمن هو نضال طرفي. طرف يعني أنا بروح الساعة بلقى جاد بلقى لحم بلقى رز في الدار، ما في مشكلة يعني ذاك الإشي. بخاف الواحد عرات وعلى وظيفته وعياله، يعني في إشي نخاف عليه. أما الأيام الجاية راح تكون منعطف خطر، إنه حتى اللي بنخاف عليه يسحبوه منا. هو لما كان يقولوا انتو شو لكم في الفوسفات والبوتاس ما تبيعها، ما هي للدولة تبيعها الدول. كنا نقول للناس اللي بيحكولنا مثل هيك انه هذول ما يبيعوهم بكرة هذا تعود انه يشم الهواء، تعودوا انهم يصرفوا، وبالتالي هو راح يصرف من جيبتك، هو راح ياخذ من جيوبكم. ووصلنا لهذيك الحالة، بدي انوه وركز انه في نقاط ذكرها هنا اخويا ابو مجاهد هذيك الليلة، وين النقاط احنا متفقين عليها. النقاط يعني اذا بذكرنا فيهن بكون احسن، ما يعني انه كل البيانات اللي بتطلع في الكرك ما لنا علاقة فيها. كل الاجتماعات اللي بتصير في الكرك وكل المناكفات ما لنا فيها. احنا هذه البلد صامدة للابد بعون الله. تفضل اخوي مجاهد اذا بتعيد النقاط بكون احسن وبننهي. هذول المطالب الرئيسية اللي كنا بنحكي عنها مشان نروح يا جماعة. احنا قلنا اول مطلب لنا على هذا الموقع واللي بنمثله في اعتصام المزار، اعتصام المزار، حكومة انقاذ وطني رقم واحد، حكومة انقاذ وطني. لا نريد تغيير الوجوه ولا الاشخاص، نريد تغيير سياسات، نريد تغيير نهج. هذا اولا. شوف يا اخوان، وحل مجلس النواب، وقلنا ثالثا الغاء مجلس الاعيان من خلال التعديلات الدستورية. كلام واضح، الغاء مجلس الاعيان من خلال التعديلات الدستورية، اعادة مقدرات الوطن، فوسفات، بوتاس، المينا، الاتصالات، الكهرباء، حدث ولا حرج، المطار، الارض، الاوادم. يمكن احنا مبيوعين بس ما عدنا مدرينا عن حان، انتظر شوي. اعادة مقدرات الوطن، الغاء الهيئات والمؤسسات المستقلة التي ترهق الحكومات، اللي راتبه 5000 و4000 و3000 والنتيجة صفر. النتيجة صفر. صحيح. هاي الأموال التي تنفق ونغيك لتعود إلى خزينة الدولة وتنفق بوجهها الصحيح من خلال إيجاد حكومة إنقاذ وطني. هذا كلام واضح. هذا هو ما إحنا معنيين، ولا في أي بيان آخر، ولا من ملتقيات، ولا من حراكات، ولا من غيره. إنما هنا المزار وكل أحرار الكرك بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. والآن نختم مع أخونا إسماعيل. يا أخواني إذا حابين تجوا المساء، إذا حابين تجوا تراني بجي أول واحد. أما اسمعوا، أيا بقول لهم ما ناس يبيعنا وطنيات اللي بيحمل بلد أكثر منه. أي نعم. احنا والله 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 انه زبالة هالبلد بتعز علي لانه دافعين ثمنها، عرفتوا؟ ودنا نكون مؤدبين في طرحنا. ها الاحزاب اللي امبارح الرعاه ما بيمثلونا، يا ملك يا ملك، العبد اللي ما بيمثلنا، ولا الدكاكين اللي فتحتوهن 47 دكان، ولا قودها الرعاها العربيات لا تمثلنا. نحن في الشارع حتى تغير لهجك وتقلب لسايبك وتجيب الكردي. البلد بدك تعممها وترجعها ونحطك على روسنا، غير هيك غير هيك ما عنا. بتظل فوق عروسنا، اتحمم وتفضى وقيم هالخمة اللي حرام.
إذا إجوا الليلة، الليلة يتسكر إحنا تنسيقية من كل اللواء. وإذا إجينا الليلة وهي بدنا نكون معدبين لجنة تنسيقية ونحترم الضيوف ونعطيهم وقتهم يحجوا ونحجي بهدوء. أنا كإسماعيل لا تعقوني لأني عصبي وما بحب أحكي بعد المنخفض. بعد المنخفض بعد المنخفض لأن الليلة ما بشجع الليلة. لا بعد المنخفض بعد المنخفض الله يجيب الخير من ربنا مو من الدولات ولا الحكام العربية. يسقط كل حاكم خان شعبه. والسلام عليكم.